بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق خامس أشواط هذا اليوم، وتنطلق فعاليات جديدة بتقديم إثارة من منافسة هذه الشعارات المميزة والأشواط المفتوحة. نتواصل بنداء مع الخمسة المراكز المتقدمة لأراقب أول المراكز. هنالك الظبي من تتواجد على المركز الأول وتنطلق مع الصدارة. الظبي تعود الملكية لهجن الشحانية. عملية التضمير لدى سلطان بن محمد الوهيبي والنقلة إلى ثاني المراكز. المركز الثاني أشاهد وأراقب وأرى مزاحة من تنطلق على المرتبة الثانية، نراها على الكادر الأعلى تنطلق متابعة ومراقبة بهذا الانطلاق. هجن الشحنية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يقدم لنا مزاحة مع المركز الثاني. ثالث المراكز هنالك التواجد من بنت الريان على المركز الثالث. تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر سعيد بن راشد الزبي. هنالك المركز الثالث إبعاد على المركز الثالث. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. رابعا من انطلقت بهذه اللحظات مع المرتبة الرابعة تتواجد خود على المركز الرابع. خود تعود الملكية لهجن الشحنية ومضمر سلطان بن محمد الوهيبي لتأتي على المركز الخامس بهذه اللحظات. بنت الريان لتعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة. أعود بحضراتكم إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى الانطلاق، كما أهني هجن الشحانية على فوز نوف بالشوط الأول وتسجيلها للتوقيت الأفضل في هذا اليوم وبهذه الانطلاقة المميزة. رافق نوف بعملية التضمير محمد بن خالد العطية من قدم لنا نوف وقدم لنا هذا الانطلاق المميز. توقيتها الأفضل كان 6:09 33 جزء من الثانية. كما أيضا نهني هجن الشحانية لفوز السريع بالشوط الأول القعدان الجذاع، ورافق هنالك السريع سالم بن فاران المري من قدم لنا مسمى السريع بهذا الشوط الأول والمتقدم. إذا هذا هو خامس الأشواط وهذه خامس فعاليات هذا اليوم والانطلاقة المميزة. نتابع النداء ونعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط كي نرى الظبي من تنطلق كالظبا مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الظبي مع تضميره وأيضا تقديمه المميز. ثاني المراكز التواجد من مزاحة من تنطلق تقدم لنا المزح الخفيف بانطلاقته المميزة مع المركز الثاني. هجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري. ثالثا أراقب وأرى مع المركز الثالث التواجد من أبعاد. تعود الملكية لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي وراقب الانطلاق المميز من الأسماء الجميلة التي نراقبها على الكادر السفلي من قبل انطلاقة وتواجد بنت الريان. بنت الريان تنطلق مع المركز الرابع وتابع هنالك الانطلاق المميز. شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني سعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير. المركز الخامس هنالك التواجد من همه واول ندى لهمه هجن الشحنية المالكه وسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعمليه التضمير. الكيلومتر الاخير الكيلو المثير بانطلاقه هذه الاسماء الكبيره النجوم الساطعه التي بدات تنطلق وايضا بدات تتجاوز وتتسلل من مركز الى مركز. انطلقت مع الصداره، غيرت الظبي مع المركز الاول هجن الشحنية المالكه، ولكن شاهد يا من تشاهد هذا الانطلاق المميز من قبل همه من انطلقت من الجانب الايمن وتواصلت بنت الريان. همه لهجن الشحانيه المالكه لهذه
لهذه الأسماء الكبيرة ولشوارد هجن الشحانية، ولكن انطلقت بنت ريان بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، والزعبي سعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير، ولكن ما زالت همة بدائرة المنافسة مع المركز الثاني حاملة شعار هجن الشيحانية، والمضمر سلطان بن محمد الويبي من يديرها بعملية التضمير ومن يقدم لنا همة مع المركز الثاني، ولكن بنت الريان مع الصدارة ما زالت صامدة صمود الجبال السود، تقدم لنا هذه العروض المميزة، تشكل المنافسة، تشكل الانطلاق. سلام بنت الريان، سلام وتحية واحترام لشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على فوز بنت الريان بالمركز الأول. يسعد لي صباحك يا الزعبي، من قدم لنا بنت الريان مع أول مركز. المركز الثاني كان الوصول من قبل همة، المركز الثالث كان التواجد من قبل فزع، المركز الرابع كان الوصول من قبل هيبة، خامسا كان القدوم من قبل إبعاد. إذن جميعها مملوكة لهجن الشحانية ما عدا أول المراكز. بنت الريان مملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني. شاهدنا المنافسة الجميلة والانطلاقة الرائعة حتى وصلت هذه الأسماء إلى خط النهاية. قدمت الإثارة، قدمت القوة، قدمت هذه العروض الجميلة والمميزة بلقطات أيضا رائعة. إذا نشاهد لحظة قدوم بنت الريان إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. توقيت الزمن 6:16:17 من الثانية. ثاني تبريكات لمالك بنت الريان سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، كما نهني سعيد بن راشد الزعبي ثاني المراكز. كان القدوم من قبل همة والوصول بتوقيت زمن وقدر 6:16:30 جزء من الثانية. التهاني التبريكات لهجن الشحانية، كما نهني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا همة مع هذه الانطلاقة المميزة. المركز الثالث كان الوصول من قبل فزعة، توقيت زمن 6:18:18 جزء من الثانية. التهاني التبريكات لهجن الشحانية، كما نهني المضمر محمد بن خالد العطيب.